الان لنادي لعيب عن طريق رضوي. غريبه جدا ما فيش واحد اشول يعملها بالقدم اليمنى، خطيره جدا. والهدف الاول الله اسماعيل. ده الكلام اللي بقول لحضراتكم. بص الطول والقامه يا جماعه، اتنين لعيبه هبه عندهم شخصيه. شوف طلع الكوره ممتاز، ما يعني محطه ارسال. بص شوف الكره عرضيه ورادوي يلعبها ايد ورجل ممتازه، ثم ما فيش مراقبه مين يطوله. شوف الكره طالع من اعلى مستوى ممتاز، هنا الرقابه مش موجوده عن طريق المدافعين او لعيبه نص ملعب. في اول تبديل للاثنين سنتر باكس يسجل لاعب اسماعيل احمد، ما عملش تيك اوف خالص، المدافع الايسر مع نادي دبي يسجل اللاعب اسماعيل اخر، هو اسماعيل احمد يسجل عن طريق مراقبه اسماعيل احمد المدافع الايسر لفريق نادي دبي. اماميه جبل يمنى محمد اسماعيل كان عمل كروس باس ممتاز، خطيره جدا، انطلاقه هوبا، هدف تعادل. هدف التعادل الان ياتي لنادي دبي، ممتازه. لا بقول لحضراتكم في بدايه غير البدايه بتاع الشوط الاول، هو ده الكلام. نادي دبي يضغط ويسجل عن طريق رامي اسلم ويقول انا مش هفرح طبعا بالهدف. لا سيبوني طبعا، هدف في مرمى نادي القديم نادي العين. اذا رامي اسلم وادي برونو سيزار يقول لهم سيبوني، انما ادي رامي اسلم سجل هدف. الحقيقه جميل، شوف الكوره، شوف كمان الاخلاقيات العاليه، ولد اخلاقياته عاليه جدا. هنا طبعا رامي اسلم على غرار اللعيبه الكبار الاوروبيين لما بيجي يلعبوا طبعا امام ناديهم السابق في الدربيات، في الكلاسيكو، في مثل هذه اللقاءات. الحقيقه بيبقى دايما عنده احترام شديد بالنسبه لجمهوره برونو سيزار. انما دبي الشوط الثاني شكل مختلف، دبي الشوط الثاني عنده جراءه، الشوط الثاني فريق نادي دبي خد حبوب الجراءه على نادي العين. هل العين ممكن يكلفه؟ يا سلام يا عمر على الباص، الله الله يا جيان، الباص. لا عمر عبد الرحمن ده من كوكب ثاني. بص الباصه قبل الهدف بتاع القاسم وجيان، يا نهار ابيض عليك يا عمر يا عبد الرحمن، مش ممكن يا جماعه. بص الباصه الله على الباصه وجمالها، من غير ما يرفع عينه يا جماعه، حدوته. بص شوف الكرة، اسكت، بص، الله على الباصة، 50% من الهدف راحت الكرة. يا سلام عليك يا عمر، يا عمر، الحقيقة حبة كريز. إيه يا راجل، ده أنت 85 فدان كريز، مش ممكن، حبة كريز إيه؟ بص شوف الباصة عاملة إزاي، بص شوف اللاعب قسم واجيان، كرة جميلة وعلى طول كيكي. وبعض الأوقات الأمور ما تحتاجش حنية، هي تاني عايز يلعب مع قسم واجيان. لعيب يمتعك تحت اي مهاجم يا جماعه، يا بخت قسم وجيان بعمر عبد الرحمن، يا خا جول قسم وجيان، يا خبر ابيض. العين فتح على الثالث، الهدف الثالث عن طريق قسم وجيان، يسجل هدف ثالث قسم وجيان. سبحان الله، يعني بعد هدف نادي دبي يفتح دبي، ثم بعد ذلك هي دي واقعية المدربين. نادي العين يلاقي الأمور مفتوحة تمام التمام. شوف الكرة، لحظة لعب الكرة ممتاز، المساعد الثاني المهري، المساعد الدرجة الأولى، ودي العرضية، ودي خطورة جيان. هنا خطورة جيان اللي بقول لحضراتكم عليها، ولد حافظ الحتة دي كويس. كرة تيجي من ميشيل باستوس، هدف احترافي، هدف من ميشيل باستوس لأسامو جيان، حارس المرمى على عكس ثباته، على عكس اتجاهه، يسجل نادي العين ثالث أهدافه وأول هدف لصالح اللاعب قسم واجيان. المدافع الأيمن اللي بذل مجهود كبير، مجهود ماتشين، أحد نجوم المباراة الحالية، المدافع الأيمن محمد أحمد، خطيرة تراولي، هدف عالمي جميل، هو ده الكلام. أيوة كده 3-2 ممتازة. شوف الاستلام بتاع تراولي، شوف متعة نادي دبي في الهاف تايم الثاني. قد تكون المباراة الأولى في تاريخ لقاءات الفرقتين على مستوى السكور العالي. أنا قلت لحضراتكم الماتش ده فيه سكور، وأدي الكورة، وأدي جمهور نادي دبي الحقيقة اللي أتى إلى هذا الملعب، إلى استاد تحمون بن محمد. هدف جميل للاعب تراوري. شوف الاستلام، انما في مشاكل يا جماعه عند قلبين الدفاع، في مشاكل عند العنيزي واسماعيل. وشوف مين اللي مغطي تغطيه عكسيه، اللاعب محمد احمد جاي من بعيد لكن جه في وقت متاخر. وفي كره القدم لما تيجي الموعد متاخر لازم تغني ظلموه بسبع لغات. لا يحتاج الى تعادل في مساء اليوم، مساء القطاره، الله، مش ممكن. بص ما شاء الله، عمر عبد الرحمن باصه لبروسكي، مش ممكن يا جماعة، الله أكبر الله أكبر.
الله اكبر الله، يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، عبقريه. شوف الوان تاتش اتعمل ازاي، ضرب والله يضرب 85 مدافع وليس مدافع، لمسه واحده لمسه واحده تحت المهاجمين، بروسكو يسجل هدف رابع لنادي العين 4-2، دبي يسجل ما يلحقش يفرح لثواني قليله. بص الباص بص بص، يا سلام يا سلام على العظمه، العظمه على عظمه، عظمه على عظمه، عمر عبد الرحمن يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، مهما يقولوا عنك ومهما يعيدوا عنك يعني لا نكذب ولا نتجمل. شوف يمشيها لليمين يلعب مع زمايله، بروسكي مستمتع وفريق نادي العين يمتع، واربع اهداف مقابل هدفين للعين، ست الاهداف بينما التمريره مش ممكن، هدف خمس مش ممكن مش ممكن، لا 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 والله ما فيش كلام اقوله بقى، ما فيش كلام اقوله غير ما شاء الله. عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن دياكي السمواجيان بروسكي، والهدف الخامس، خمسه في وش العدو، خمسه في وش العدو لفريق نادي هو نادي العين، هدف جميل هدف ممتع هدف ولا في الاحلام. بص شوف الباصات كلها عن طريق الباص، كلها عن طريق الباص، مين هتلاقي كده؟ هتلاقي فين كده حتى في غانا يا السمواجيان؟ والله ما موجود منه حتى ما شاء الله في الدنيا، الله اكبر مش موجود منه ما شاء الله. تمريرات ايه مش ممكن، يا اما فريق نادي دبي الدفاع بتاعه واقف على الميه، ما ملوش حل يعني. الترجمه ايه للكلام ده؟ الترجمه اي باص اي كوره مضروب بيها الخط الخلفي ويسجل من خلالها تحرك هايل جدا للاعب عمر عبد الرحمن. اذا يخرج الان اللاعب عصام درويش وينزل فيصل علي، تبديل بديهي جدا انه تبديل هجومي، هيقلبها 4-4-2، هيخلي تراوري يلعب سترايكر تاني، وهيخلي حسن عبد الرحمن، وهيخلي اللاعب يابو، وخرج عصام درويش ودفع باحد نجوم نادي العين السابقين.